مرحبا بكم. يعتبر جسم الإنسان سردبا من الأسرار، إذ لا يزال العلماء والأطباء يكتشفون أسراره وتفاصيله يوما بعد يوم. وليس مبالغة إذا قلنا أن كل جزء من جسم الإنسان معجزة من الله تعالى. يقول عز من قائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وخلال هذا الفيديو سنقدم لكم 10 حقائق مذهلة لم تكن تعرفها عن جسم الإنسان. أولا، يستطيع أنف الإنسان التمييز بين أكثر من 10,000 رائحة مع ربطها بالأماكن والأشخاص. ثانيا، تعد الأسنان جزءا من الهيكل العظمي لكنها لا تعتبر عظاما. ثالثا، قرنية العين هي العضو الوحيد الذي لا يصله الدم، إذ أنها تحصل على الأكسجين من الهواء مباشرة. رابعا، يوجد جنيح على شكل ورقة أشجار في الجزء العلوي من الحلق، والذي ينغلق أثناء البلع تفاديا لوصول الطعام إلى الرئتين. خامسا، الرئة اليسرى أصغر من الرئة اليمنى لأن القلب يشاركها المساحة. سادسا، ترمش العين بين 15 مرة و20 مرة في الدقيقة الواحدة. سابعا، ينتج الإنسان حوالي 37,854 لترا من اللعاب طوال حياته. ثامنا، يحتوي جسم الإنسان على كمية من الكربون تكفي لملء 1,000 قلم رصاص. تاسعا، يوجد في دماغ الإنسان أكثر من 100 مليون خلية عصبية. عاشرا، كما أن لكل إنسان بصمته الخاصة في يده، فله أيضا بصمته الخاصة في لسانه. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة. إلى اللقاء.